اسمي طارق مختار عبد القادر، سني 48 سنة، وزني 200 كيلو. وشفت الدكتور كريم صبري عن طريق التلفزيون وتابعت الحالات بتاعته، آخرهم الحالة اللي كانت وزنها 330 كيلو، شفتها أثناء العملية وشفتها بعد ما خست، ودي اللي شجعتني وديتني جرأة إن أنا آخد القرار وأعمل عملية تحويل مسار. شلنا تعبتني جدا لأن أنا ما بقتش قادر إن أنا أعيش حياتي مظبوط، ما بعرفش أتحرك كتير، تعبتني في شغلي، في كل حاجة، في كل حاجة. قاعد أنا قاعد كأني يعني ما بعملش أي حاجة مفيدة دلوقتي، وكان بيعمل لي مشاكل في التنفس، ما بقدرش أخد نفسي كتير، ما بقدرش أمشي مشوار كبير، ما بقدرش أتحرك كتير، النوم بيبقى صعب. يعني ما الحمد لله على كل شيء، ونتمنى إن ربنا يكرمنا بعد العملية. انتظرونا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، النهارده من ضمن الحالات في الليسته استاذ طارق 210 كيلو. احنا هنعمل له تحويل مسار معده مصغر. عمليه تحويل مسار المعده المصغر هي الاكثر امدا في انقاص الوزن، الاقوى في انقاص الوزن، يمكن من العمليات اللي هي اساسيه في جراحات السمنه، يمكن من اكثر من 100 سنه عمليه تحويل المسار هي من ضمن العمليات اللي هي قويه في انقاص الوزن. كمان يمكن بتساعد الناس اللي هم مرضى السكر بنسبة شفاء قد تصل إلى 100%. الناس طبعا كمان اللي هم آكل السكريات بشراهة بيستفيدوا جدا من تحويل المسار، لأن هي طبعا يمكن بتستفيد من 30% من السكريات والدهون، وكمان بتعالج بعض الأمراض الأخرى المصاحبة من زيادة الكوليسترول، الدهون الكبد، يعني يمكن أكثر من 50 مرض بسبب السمنة المفرطة بتعليكم تحويل المسار بعد إنقاص الوزن، يمكن في الأوزان العالية. هنطمنكم على الأستاذ طارق بعد العملية إن شاء الله، وبإذن الله يقوم بالسلامة إن شاء الله. شكرا، بالتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور كريم صبري. أنا يعني هقول لكم الخطوات الأولى في عملية تحويل مسار المعدة المصغر. طبعا اعرفكم بالتيم الجراحي دكتور محمد فطين، دكتور سامي زودي، دكتور محمد دزوي، دكتور يحيى خالد، والكاميرامان استاذ يوسف واستاذ عبده. الحقيقه طبعا احنا بنعمل حاجتين، اول حاجه منهم احنا بنعمل المعده، بنفصل المعده الى جزئين. يعني الناس اللي عايزه تفهم يعني ايه تحويل مسار المعده، احنا بنفصل المعده الى جزئين، الجزء اللي هو على شمالنا ده المعده اللي احنا هناكل فيها، ودي مساحتها ما تكونش كبيره، يعني دي مساحتها ما تكونش كبيرة. الجزء اللي احنا عزلناه ده بيتم عزله تماما في قبة المعدة اللي هي بتحتوي على هرمونات الجوع او غدد الجوع. الحقيقة طبعا احنا لازم نسلك المعدة تسليك جراحي يعني بصورة كافية، بحيث ان احنا ما نسيبش جزء من قبة المعدة، وبالتالي يرجع الوزن للوزن الطبيعي. اللحظة دي طبعا احنا بنوصل المعدة بالامعاء، ده الجزء المستبعد، ده الجزء اللي هنوصله بالمعدة، بحيث الأكل هيمر من المعدة من هنا إلى نهاية الأمعاء بصورة مباشرة. خلينا نركز مع بعض دلوقتي ونشوف الخطوة دي بتمشي ازاي. بس طبعا زي احنا شايفين بتوصله من بعض، بتدبس وتقص في نفس اللحظة زي ما احنا شايفين كده اهو. زي ما احنا شايفين ممكن ندخل بالكاميرا هنا دلوقتي، الامعاء اتصلت بالمعده بصوره مباشره، يعني الاكل بمر من المعده الى نهايه الامعاء بصوره قد تكون مباشره. وبعد كده هنقفل الفتحه دي وخلاص تبتدي العمليه، خلاص انتهت بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هنقفل دي دلوقتي حالا. اخر خطوه في تحويل مسار المعده المصغر ان احنا بنعمل اختبار تسريب. اختبار التسريب ده احنا بنبقى عايزين نعمل المعده ودبابيس نحطها تحت بريشر عالي، بحيث ان احنا نكتشف اذا كان في اي غرز يعني محتاجه تاكيد عليها او دبسات عشان نتفادى نسبه التسريب. وبالتالي احنا بنعمل اختبار تسريب دلوقتي، بنحقن ماده زرقاء بكميه تحت ضغط عالي. هنشوف دلوقتي، اتفضل. فبنخلي المعده والامعاء عاملين زي البالونه كده، بحيث ان يبقى في اي كل الامعاء تحت بريشر عالي. فاحنا بنطمن عليها، خلاص يعني دي تعتبر انتهت العمليه. المعدة بنراجع تاني، ممكن نرجع بالبوجي للمعدة الجديدة، دي المعدة المستبعدة،
مستبعدة، ودي الأمعاء اللي وصلناها بعملية تحويل مسار المعدة المصغر. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طارق مختار عبد القادر. أنا عملت عملية تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العملية تمت بنجاح، وأنا مشيت بعد العملية بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وأنا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معي. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا دلوقتي ما بعد اجراء عملية تحويل مسار المعدة المصغر لأسس طارق. يعني احنا طبعا بنحب تحويل مسار المعدة المصغر، وخصوصا في الاوزان زي أسس طارق فوق 200 كيلو. تحويل مسار المعدة هي من العمليات القوية في انقاص الوزن، وخصوصا في الاوزان العالية. يعني طويلة الامد في انقاص الوزن يمكن على المدى البعيد هي يمكن من اكتر العمليات اللي بتحافظ على الوزن فترات كبيرة جدا. كمان العملية دي احنا بنحبها في الناس اللي هم مدمني السكريات، احنا يمكن كمان في الناس اللي هم مصابين بالسكر او مرضى السكر. عملية تحويل مسار المعدة المصغر تعتبر علاج جذري لمرضى السكر كمان، والناس اللي عندهم برضه ارتجاع ومصابين بالسمنة المفرطة، احنا بنعمل فيهم تحويل مسار المعدة اكتر من تكميم المعدة. دلوقتي بقالنا فترة صغيرة ما بعد اجراء العملية، الريهابيليتيشن احنا شايفينه يمكن بنتمشى بعد العمليه بساعتين، بنبتدي نشرب بعد 6 ساعات، يمكن ما بنقضيش اكتر من 12 ساعه في المستشفى، بنرجع لنشاطنا بعد يوم من العمليه. ويعني اللي عايز اوصله اقول ان عمليات انقاص الوزن للسمنه المفرطه هي عمليات امنه تماما، تجرى باحدث التقنيات الدوليه والعالميه، من استهلاك من مستهلكات طبية أمريكية زي الدباسات. يمكن احنا بنستخدم تو براندز، الجونسون وكوفيديان. احنا كمان في المناظير كلها لازم تكون هاي ديفينيشن، يعني يمكن شفتوا معنا العمليات على أعلى مستوى من التجهيزات. وخصوصا طبعا احنا لازم نكون جاهزين لأوزان أعلى كمان من وزن أسس طارق، أكتر من ال 200 يعني. في اوزان طبعا قد تصل الى 300 كيلو ويمكن اكتر من هذه الاوزان. عايز اقول ان عمليات السمنه هي ليست عمليات صعبه، هي عمليات سهله امنه، ويمكن رجعنا للوضع الطبيعي او الريهابيليتيشن بتاعنا زي ما انتم شايفين يمكن بسرعه جدا، وعادتنا للعمل يمكن ان شاء الله تكون سريعه في خلال يوم بعد العمليه، ممكن تنزل شغلك عادي خالص. وانقاص الوزن هو يمكن ان شاء الله هنشوف بعد كده، هو انقاص وزن ثابت وآمن كمان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا طارق مختار عبد القادر. أنا عملت عملية تحويل مسار عند الدكتور كريم صبري، والحمد لله العملية تمت بنجاح، وأنا مشيت بعد العملية بست ساعات واتحركت، والحمد لله مرتاح وكويس الحمد لله. وأنا بشكر الدكتور كريم على المجهودات اللي عملها معي. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد
المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. الشعر من أكتر الحاجات اللي ممكن تكون بتتأثر سواء بالحالة النفسية أو الحالة المرضية. يعني هنلاقي مثلا لو واحدة نفسيتها تعبانة هتلاقي شعرها بيقع, أو واحدة عيانة هتلاقي شعرها بيقع. لو الواحد نفسيته تعبانة شوية ممكن شعره يخف ما يطولش, لأنه طبعا احنا قلنا أن الشعر ده بيتنفس وبيحس وحاجة حية, فأي حاجة مؤثرات خارجية بتأثر فيه بشكل سلبي كتير. فطبعا كلنا في وقت من الأوقات بنمر بظروف سواء صحية أو بظروف نفسية, فده بالتالي بيأثر على شكلنا بالسلب. احنا النهاردة هنتكلم عن منتج هينقذ الشعر من المشاكل دي كلها. يعني الشعر اللي ما بيطولش ممكن يطول, الشعر الخفيف ممكن يتقل, الفراغات, في بنات كتير عندها فراغات من هنا أو فراغات من جوه شعرها, أو رجال كمان, هيساعد ان الفراغات دي تختفي. الحقيقة انا شايفة ان هو منتج هايل جدا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة. هنتكلم عن ساينو ماسي هير, بس خلوني ارحب في البداية بضيفتي العزيزة دكتورة آن أمحاوي, احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير. ازيك دكتورة آن؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. طبعا زي ما انا قلت ان الشعر بيتأثر باي حاجة, باي حاجة, سواء الواحد خس, سواء الواحد واحدة حامل وبترضع مثلا, سواء كبر في السن, سواء عنده حالة نفسية, فمشاكل الشعر كتير جدا. ساينو ماسي هير بيعمل ايه للشعر؟ ايه المشاكل اللي بيعالجها ساينو ماسي هير؟ انا هقولك, انت قلتي دلوقتي كلمة مهمة جدا, وهي فعلا هو منقذ, هو فعلا منقذ للشعر المتهالك اللي بيقع بطوله, الشعر الهايش, الشعر التالف, الناس اللي هي صبغت كتير وشعرها بقى مرهق جدا, الناس اللي الستات اللي هم الحوامل او اللي بيرضعوا, طبعا كل ده شعرهم خلاص هو يعني بيبقوا صحتهم شويه ضعيفه. طبعا احنا كلنا عارفين الوقت ده بيبقى صعب شويه, شعرهم بيقع, الغذاء بيبقى اقل شويه في الشعر, ما بيوصلش. ساينو ماسي هير ده المنقذ فعلا زي ما انت قلتي. منقذ ازاي؟ ان هو في كميه اكتف انجريدينتس كلها قويه جدا. اول حاجه فيها سوبالميتو. سوبالميتو ده عشبة احنا جايبينها من امريكا, استخلصناها. دي حاجة مهمة جدا ان هي بتوقف سقوط الشعر, وده اول طريق العلاج, ان انت توقفي سقوط الشعر وبعد كده تبدأي تعالجي, تبدأي تبصي بقى ان شعرك يطول, بالهير يبدأ يطلع, ان شعرك يبقى ناعم, ان هو يبقى في فليكسابيليتي. فاحنا بنتكلم رقم واحد على السلبانيتو ده, ان هو بيعمل ايه؟
بيروح بيقفل الانزيم او الانزيم اللي بيروح يهاجم البصيله بتاعت الشعرايه بيوقعها. يعني هو في الماده اللي بتمنع تساقط الشعر بالظبط. اوكي دي رقم واحد وده اللي احنا بنهتم بيه في اول حاجه في العلاج. وهو طبعا احنا بنتكلم عليه ان هو برودكت علاجي، يعني هو علاجي طبعا يا جماعه، هو يعني علاجي. هو منتج علاجي للشعر. والادفانتج اللي فيه ان هي انت بتتكلمي عن حاجه، انت لو جيتي خلاص عالجتي شعرك حبيتي مثلا انت خلاص راضيه عن النتيجه واكيد هترضي، حبيتي ان انت مثلا تريحي شويه شعرك مش هيقع. دي حاجة مهمة جدا، دي ميزة بصراحة بالضبط. لانه انا لما سألتك ايه المختلف يمكن قبل الهواء، ايه المختلف اللي فيه عن كل منتجات الشعر، قلتيلي الميزة اللي فيه اللي مش هتلاقيها في اي منتج تاني، انه لما توقفيه شعرك مش هيتنكس بالضبط. يعني مش هيرجع يقع او يحصل له تراجع مرة تانية. وقفيه في اي وقت انت عايزاه شعرك خلاص بالضبط. خلاص تمام. انت راضي عن النتيجة خلاص عايزة توقفيه هتوقفي. بس انا يعني بنصح اي واحده واي سته واي راجل بيستعمل حاجه مبسوط بشعره ان هو بدا يطلع وشكله بقى احسن ونفسيته بقت احسن ليه ما يكملش؟ لان الطبيعي احنا يعني بنهتم بحاجه زي اهتمينا مثلا ببشره اهتمينا بشعر خلاص احنا شايفين احنا مرتاحين نفسيا، طب خلاص نكمل مفيش مشكله. يعني هو حتى لو انا ما عنديش مشكله ممكن ان انا استخدم ساعين طبعا ومسيح. هو بس مش عشان سقوط الشعر، هو احنا بنديكي ان هو يبقى لامع، ان هو يبقى صحي، ان هو ما يتقصفش، ان انت لما تيجي تسرحي تعرفي تسرحي مفيش تشابك. ودي حاجه مهمه. لما اديكي منتج بيديكي لمعان وقوه ويزود كثافه ويخليكي تقدري تسرحي، تقدري وانت يعني انت عارفه بتشوفي كده الناس يبقى شعرها بيلمع وبيتحرك كده فاهمه الناس دي بتبقي تقولي ممثلات مثلا والناس دي ازاي شعرهم كده. وهي الفكره كمان ان شعرنا يبقى صحي من غير مثلا ما نحط له، في ناس ممكن تتقلب اكستنشنز مثلا، ممكن تعمل دي اكتر يعني حاجه بتوقع الشعر كمان، ده اكتر حاجه مضره للشعر وبتنحل الشعر. فاحنا مش عايزين كده، احنا ليه ما نغز يعني ما نغذيهوش بحاجه طبيعيه مفيش فيها اي كيميكال كومباوندز ويبقى احسن لنا. طب انا عاوزاكي تقولي لي السكس اكشنز، يعني الست حاجات اللي بيعالجها ساينو ماسي هير. اول حاجه احنا اتكلمنا فيها ستوب هير لوس، ان احنا بنوقف تساقط الشعر. الشعر قلنا بالستوب الميتو طبعا. استيميوليت هير جروث، ان احنا بنزود نمو الشعر. بنزود نمو الشعر ازاي؟ ان احنا عندنا كافيين، الكافيين ده بيزود البلاد سبلاي او البلاتيكوليشن في الشعر في دوره الراس اللي هو الدوره الدمويه. الدوره الدمويه بالظبط. بنعمل ايه بقى؟ يعني الكافيين ده مهمته ايه؟ ان احنا الشعر ده زي ما انت قلتي في الاول ان هو كائن حي. كائن حي يعني ليه دوره حياه، ان هو بيجي له وقت ويقع. طبعا احنا كلنا عارفين ان هو في الطبيعي ان الشعر في اليوم من 80 ل 100. طيب احنا دلوقتي عايزين دوره الحياه بتاعت الشعرايه دي انها تزيد، الكافيين بيزودوا 33%. بمعنى ايه بقى؟ يعني الشعر بيجي له وقت ويعجز ويقع. لا احنا بنمد في دوره حياته بنمد في عمر الشعرايه. طيب احنا دلوقتي الكافيين مش على قد كده بس، احنا بنقول ان هو بيزود يعني هو مكتوب هنا برضو ان هو increase hair density، احنا بنزود الكثافة ازاي؟ ان احنا عندنا الكافيين برضو الفوليكل اللي هي البصيلة. البصيلة بتطلع شعرية واحدة طبعا مع استعمال ساينو ماسي هير، مش لوحدها. يعني هو الطبيعي ان البصيلة تطلع شعرية بالضبط. ساينو ماسي هير هيخليها تطلع اكتر من شعرية؟ اكتر من شعرية، عشان كده احنا بنقول ان هو بيزود كثافة الشعر. ازاي؟ ان انت البصيلة الواحدة بتطلع كذا شعرية، بتلاقي شعرك تقل بلس ان هو بيعمل كوتنج، لان احنا عندنا برضو الالوفيرا. الالوفيرا دي بتعمل ايه؟ ان انت تغليف بالظبط، بتغلف. طب انا غلفت وحافظت على الشعرايه مش هتتقطع، ما الاقيش شعري بيطول لحته وبعد كده يقف ما بيطولش تاني. طب هو ما طولش تاني ليه؟ لانه هو جاف مش مرن، فتلاقيه راح متقطع. بتسرحيه يتقطع. طب والشعر اللي ما بيطولش؟ لا. يعني لو الشعر ما فيهوش مشكله غير ان هو ما بيطولش مثلا؟ لا ما هو الشعر هيطول ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم ان انت حاطه كافيين وعندك بيوتين، الحاجات دي عناصر اساسيه لنمو الشعر. فمفيش مجال ان هي ما تطولش. يعني احنا بنغذيه وبنهتم جدا، يعني برضو الالوفيرا بتهتم ان انت ما يبقاش عندك يعني هي فيها خاصيه انتي بكتيريال انتي انفلاماتري، يعني ما فيش انفلاميشن، ما فيش حكه، ما فيش التهابات، ما فيش بكتيريا، بالتالي ما فيش قشره صح، فما فيش شعر بيقع. هتلاقي الشعر طبيعي جدا، بيوصل له دوره دمويه كويسه، بيوصل له غذاء كويس قوي من الفيتامينز والحاجات اللي عندنا في ساينو ماسي هير. بلس ان احنا عاملين برضو التكنيك بتاعه او يعني يعني هو معمول ازاي؟ ان هو بالنانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي ان احنا
صغرنا البدايقات جدا وخليناها بيور قوي بحيث ان هي بتخترق مسام بتاعه فروه الراس. طب ما يعملش اي اثر دهني لانه في ناس شعرها اوريدي بيعمل كده. طب يعني صح عندك حق بس الناس يعني لا هو ميزته ان هو ما فيش الاثر الدهني ده خالص وريحته حلوه جدا. فانت يعني زي ما نقول كده ايه لا احنا استفدنا بحاجتين ان هو ما بيحسيش ان شعرك مزيت في نفس الوقت ريحته حلوه. طب ما بيتعرضش يا دكتوره ان مع مثلا ان انا اسبغ او ان انا في ناس بتعمل فرد مثلا او سشوار او كده الحاجات اللي احنا بنعملها؟ لا ده هو ده علاج هايل للناس اللي عملت صبغه وبوظت شعرها واللي عملت فرد وبوظت شعرها واللي عملت كل الحاجات السشوار والكلام ده كله اللي خرجت من الصيف اللي لان الشمس ليها نفس التاثير بتاع الحراره او البشره والشعر بيتاثروا جامد جدا باشعه الشمس طبعا اشعه الشمس الضاره. فاحنا بنعمل ايه كمان هو في ان هو بيعمل كوتينج فانت حميتيه من الكلام ده كله حميتيه من رطوبه حميتيه من اشعه شمس ضاره حميتيه من حاجات كتير قوي عوامل خارجيه بتاثر على الشعرايه تخليها جافه تتقطع شكرا كده خلاص. طب الاستعمال بيكون ازاي؟ الاستعمال ان انت بترشي يعني هو رش هو سبراي. رش سبراي بالظبط كده اهو بترشي من 4 لـ6 بخات على فروه الراس بتدلكي كويس قوي طبعا عشان نضمن ان هو توزع كويس على فروه الراس. بيبقى على بشره سوري على فروة شعر جاف ايوه شعر جاف على فروه جافه ليلا ليه؟ علشان احنا دايما عارفين ان المسام بتتفتح اكتر وقت في بالليل فمسام الشعر فروه الراس بتتفتح هيبقى البرودكت بتاعنا ان هو يمتص كويس قوي. طب احنا قلنا قبل كده ان هي بناني توكولوجي فاحنا خلاص اوكي اوريدي عارفين ان هو جزيئاته صغيره فبيمتص كويس قوي. ما بيتغسلش؟ لا ما بيتغسلش احنا بنغسل الشعر في المعدل الطبيعي. المعدل الطبيعي ان هو من 2 لـ3 لو شعرك دهني. طيب اذا السينو مسيهر لو شعر بيقع بيوقف التساقط والميزه انه بيطلع بصيلتين في الشعرايه بيطلع شعرايتين شعرايتين في البصيله بالظبط مش كده. شعرايه واحده بالزبط. وده اللي ممكن يكون مخليه مختلف كمان عن أكيد. اي حاجه تانية الشعر الخفيف بيتقل لو ما بيطولش هيتغذى ويطول وبيعمل كفر كمان للشعر المجهد او التالف بالزبط. او الهايش صحيح بالشكل ده صحيح. طيب الناس تجيبه ازاي يعني تحصل عليه ازاي؟ هتلاقي الارقام عندك على الشاشه موجوده دلوقتي بيتصلوا المندوبين بتوعنا بيروحوا لهم لو في القاهره في نفس اليوم لو خارج القاهره يعني تاني يوم. طيب انا شايفه انه هو هايل جدا وكلنا لازم نعتني بشعرنا يعني بالزبط. انت عارفه كمان لانه بنستهلك شعرنا كتير قوي قوي وبنجهده وبنتعبه كمان مع السن الشعر بيقل. بمناسبة السن عشان فتحنا موضوع السن ده احنا بنتكلم ان هو فيه روزميري الابحاث طبعا مش انا اللي بقول الابحاث قالت ان هو بيأخر نمو الشعر الابيض. الشعر الابيض اللي طلع ملناش دعوة بيه طبعا لكن في ناس صغيرين في 20 و25 شعرهم تلاقيه بيض او يعني بدأ يظهر لهم شعر ابيض. لا هو بيأخر نموه والبيوتين برضه والبيوتين في ميزة او دي حاجه معروفه عنه ان هو بيحسن الخلايا بتاعت فروه الراس يعني بيحسن الخلايا بالظبط الخلايا بيجدد الخلايا ما هي فروه الراس احنا بنتكلم على حاجه حيه هو بيحسن الخلايا بتاعت فروه الراس فانت ضامنه دلوقتي شعر صحي فروه راس نظيفه ما فيهاش قشر ما فيهاش بكتيريا ما فيهاش انفلاميشن في نفس الوقت الدم بيوصل لها والغذاء بيوصل لها والفيتامينز اللي عندنا بتوصل لها كويس قوي عشان النانو تكنولوجي اللي احنا اتكلمنا عنه. فانا مدياكي كل حاجه كل حاجه محتاجها الشعر بالظبط في حاجه بسيطه جدا لا انت محتاجه شكشكه ولا انت محتاجه تاخدي اقراص تتخلي بيتعارض مع الحاجات دي؟ لا لا خالص خالص ما بيتعارضش مفيش اي تعارض يعني اللي عايز يعمل كده اوكي بس في ناس عندها فوبيا من من الشكشكه والحاجات دي انا خلاص انا في غنى عنها. في ناس ما بتحبش تاخد ادويه بالبق الادويه طبعا في ناس تقول لك معدتي وجعاني باخد ادويه كتير وبعدين بيبقى هو تحت مكمل يعني تحت بند مكمل غذائي تلاقي ناس بتتخن جالها ستريس انا تخنت اعصابي تعبت شعري وقع في ناس تانية تلاقي عندها شعر زايد بسبب التابلت اللي بتاخده فانا عالجت لك حاجه
بسبراي يعني بسيط. تجنبنا كل المشاكل دي بس حاجه ببرودكت واحد بس وخلاص. طب النتيجه تبدا تبان امتى؟ النتيجه بتبدا معاكي من اول اسبوع. تساقط طبعا بيقف على طول، ده اول حاجه. تاني حاجه اللي احنا اتكلمنا عنها ان احنا بيظهر بيبي هير. بيبي هير ده يعني احنا دلوقتي البرودكت بدا يشتغل شغلته الثانيه اللي هو وقفنا تساقط شعر بينمو. هنفضل طبعا نستمر لمده 3 شهور عشان دي دوره حياه الشعر. طيب احنا عايزين طبعا نتيجه احسن، عايزين الكلام ده هنزود. بس احنا بنتكلم لمده 3 شهور هتلاقي شعرك يعني انت راضيه عنه تماما. انا بشكرك يا دكتوره آن على وجودك معايا ومبسوطه بساينوماسي هير جدا. شكرا ليكي. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا. أستاذة سميرة كانت بتعاني من آثار التقدم في السن، وإعلان للمركز الطبي على التلفزيون هو اللي غير حياتها للأفضل. أنا بقالي فترة بعاني من تجاعيد في الوجه وهالات سودة تحت العين، رحت لدكاترة كتير مفيش نتيجة، وأخيراً وأنا قدام التلفزيون شفت إعلان المركز الطبي، جيت على طول هنا ويا رب يكون في نتيجة كويسة. أنا بقالي أسبوع عاملة أول جلسة وشايفة نتيجة موفقة، وحتى كل اللي شافوني من أصحابي وجيراني قالوا إن المركز الطبي ده هايل ونتيجته حلوة، وإن شاء الله أكمل بقية الجلسات ونشوف نتيجة أحسن. أنا دلوقتي خلصت كل الجلسات بتاعتي ولقيت نتيجة موفقة وهايلة جداً، وأنا بنصح كل الناس اللي عندهم الحالات اللي كانت عندي ييجوا المركز الطبي وحيشوفوا نتيجة هايلة جدا وموفقة بإذن الله. قصص نجاح المركز الطبي كتيرة، بس أكيد اللي جاي أكتر وأفضل. تابعونا وحالات نجاح جديدة اختارت التاريخ والعلم والخدمة الطبية المتميزة، اختارت المركز الطبي. يلا بينا نرجع شباب. هنتكلم دي عن في فقرتنا دي عن الفيلر واستخدامات الفيلر المختلفة، وانه الفيلر دلوقتي يعني المتعرف عليه زمان انه كان بيستخدم لملء الاماكن الفاضية او الشفايف او يعمل خدود بالمعنى البسيط كده، تعملي شفايف تعملي خدود تعملي مش عارفة ايه. دلوقتي الفيلر كمان بيستخدم لنحت الوش، بيعمل الكونتور بتاع الوش، وده الموضة دلوقتي وناس كتير جدا يعني بتحب تتبع الموضة وتدور على كل ما هو جديد. فاحنا النهاردة هنعرف ازاي بالفيلر اولا نداري عيوب، تاني حاجة ان احنا نملى، تالت حاجة ان احنا نعمل نحت وتحديد للوجه، مع ضيفتي العزيزة اللي بحبها جدا وبسعد بلقائها دكتورة رباب الرفاعي اخصائي جراحة التجميل والليزر بالمركز الطبي وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل والليزر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بيك. ايه الاخبار؟ قولي لي بقى ايه موضوع الريكونتورنج؟ ايه بقى الموضوع؟ طبعا انتوا سمعتوا موضوع الكونتورنج ازاي بنعمله بالميك اب تمام؟ ده بيتعمل بالميك اب. بقينا دلوقتي الاسهل ان احنا نعمله بالميك اب، نعمله بحقنه الفيلر. دلوقتي بقينا بننحت الوجه كله من فوق لتحت، نرسمه وازاي يبقى المدور مربع وازاي المربع هو ايه مظبوط. يعني ايه يعني هو دلوقتي في اخر ايه بقى يعني في اخر مقاييس الجمال المثلث المقلوب. المثلث المقلوب يعني المثلث المقلوب اللي هو بيبقى الجبهه هنا عريضه ونازل محدد لتحت. أوكي. محدد لتحت ده يشمل حاجتين. ده اللي هنحكيه في الحلقه دي النهارده ان شاء الله. المثلث المقلوب يشمل ان انا عندي كونتورنج للخدود، خدود مرسومه دي ممكن اعملها بالفيلر، ممكن اعملها بالخيوط او بالاثنين مع بعض حسب الحاله. يشمل برضو ان انا انحت المنطقه دي واخليها مدببه لان ده من الموضه. او الموضه الاكثر برضو او اللي تتناسب، يعني انا ما بحبش كلمه الموضه في الوجه ولكن يتناسب مع شكله بالظبط. لو الوجه مدبب قوي او نحيف قوي ممكن نعرضه ونعمل له الانجل اللي بنسميها تكسس
فيلر او ابتسامه تكساس او تكساس لا قوي اليومين دول دي منتشره جدا. وبيني وبينك يومنا لما اشتغلناها على حالات من الناس اللي هي النحيفه اللي وجهها طويل او بيضاوي فعلا جابت معاها نتيجه رائعه جدا. ممكن هنشوف في الصور دلوقتي ازاي ان احنا ورونا الصور يا جماعه بنحول بابتسامه تكساس او فيلر تكساس ازاي بنرسم بيه وننحت بيه الوجه. هنا عملنا نصين، خلينا نشرح على النصين قبل وبعد. أوكي. انا يعني متعمده الوضع ده. اولا احنا عاملين فيلر شفايف باين شويه كونتورينج وفوليوم. هنا الخط الابيض المتقطع في القبل نازل واخد الكونتور العادي بتاع وشها اللي هو مفيش انجل. خلي بالك من الناحيه الثانيه عملنا الانجل بتاع تكساس اللي هو ندي عرض. بقول لكم ايه ده نص الناس المعروفين عاملين الموضوع ده دلوقتي. ايوه برافو عليكي. هي انتشرت قوي لان كان لوك بلد اسمها تكساس ديت في امريكا كان كل الناس هناك بيلعبوا رياضه واقوياء فواخدين لوك حلو قوي ان هم هيلثي. فاللوك بتاع تكساس ده اللي هو الصدغ المرسوم ده شايفه الانجل بتاعت الماندبل باينه ازاي. بنعمل معاها كمان التشان دامبل بنعمل معاها كمان سمت الحسن طابع الحسن بالفيلر. معقوله بالفيلر؟ لا 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 طابع الحسن يا جماعه طابع الحسن اللي هنا بيتعمل بالفيلر. بنعمل طابع الحسن بالفيلر وده على فكره من ضمن حقن تكساس. يعني تكساس بنعمل فيها الانجل او التعريض بتاع الوجه من هنا عشان ندي قوه كونتور كده خصوصا مع الناس اللي وجهها عريض من الخدود ونازل نحيف من تحت. فبندي عرض اللي هو حقن التكساس كل ده بالفيلر. يومنا احنا ما عملناش حاجه فيلر مفيش ولا اي حاجه جاست حقنه خلاص. وبنعمل اللي هو تشان دامبل اللي هي بنعمل طابع الحسن او سمت الحسن بنعملها بالفيلر. طب بتروح بعد فتره زي دايما ادي رانج للفيلر سنه وشهرين. لو اللي هو الجسم ما بيتفاعلش مع الفيلر بسرعه بس اديها دايما سنه وشهرين. في ناس بتقعد معاها سنه ونص وسنتين كمان. يعني بس دي ممكن تتعمل جراحه؟ جدا تتعمل بالجراحه وتتعمل بالخيوط بالجراحه اكوردنج الخيط اللي هتستعمليه. لو برلين هيقعد معاكي فتره طويله لو فاكرل ممكن يقعد معاكي 3 شهور. بالخيوط اللي هي الخيوط التجميليه ممكن يقعد برده فتره محترمه يعني طويله. اذا بالفيلر بتتعمل دول اللي طالعين موضه العظمتين دول طالعين موضه قوي بالذات الناس النحيفه الوجه بالذات الناس النحيفه. عندنا صور ثانيه معنا صور ثانيه هنشوفها دلوقتي. وبيتعمل طابع الحسن اللي هو ايه الحته دي اللي داخله طابع الحسن سمت الحسن او اللي هو تشان دامبل ده بنعمله بالفيلر بنحقنه بالفيلر ده من الكونتورنج بتاعنا. كمان الدقن ديت ساعات بتكون قصيره جدا فبتدي طابع. احنا اتفقنا ان احنا دايما نحط صابعنا كده لازم الاطوال كل الانف مع الشفايف مع الدقن يلامس صباعنا. هو التساوي في التلامس ده من علامات الجمال او من علامات تساوي المنطقه دي. لو الدقن اقصر وما لمستش الصابع بنحتاج ان احنا نطولها. لا تمام بجرب. لا زي الفل بس خبطت في الشفايف على طول. بجرب لازم اجرب. لازم نجرب. فبتلاقي في المقاييس المظبوطه كل متساوي في تلامس مع الصباع. طب لو الدقن اقصر شويه لا احنا بنوصلها بالفيلر ان احنا بنطول الدقن شويه ونحددها ونرسمها بحيث ان يبقى الانجل كلها متساويه. يعني دي انت عارفه دي لما بتبقى قصيره فعلا كمان بتعمل زي ضب كده شويه لبعض الناس بتبقى كان الفيس بالجنج اللي قدام كده وبيبقى مش مرسوم. فلما بنطول دي اولا انت عارفه مع تقدم في العمر بيحصل بون ريزوربشن. يعني ايه بون ريزوربشن؟ العظام بتتاكل فبتلاقي المنطقه دي عند الناس اللي كل ما كبرت تلاقيها دخلت لجوه. فبتعرفي سن السيده دي كبر ليه؟ المنطقه دي نحفت ودخلت لجوه والدقن صغرت. فبنعوض بقى الانسجه اللي راحت ديت بالفيلر بنعوض هنا ونطول الدقن شويه فبننحت منطقه التشان وبتدي نتائج اكتر من رائعه وبتغير الشكل تماما. ساعات كنتوا بتعملوا حاجه هنا برضو هنا في الحته دي. برافو عليك دي من الحاجات المهمه قوي اللي هي طالعه موضه جدا جدا تجميل الانف بدون جراحه ديت اللي طالعه قوي. اولا الفيلر ليه دور في ان انا ارفع ارنبه الانف التاب بلاستي ان انا ادي شويه من رفعه الانف عشان ما يبقاش للناس اللي عندهم النوز سادل شويه او نازله. في عندنا ساعات ودي بتبقى كومن قوي الناس اللي عندها الهامب عاليه وفي المنطقه دي من العظم داخله لجوه. بنعوض المنطقه دي وبنحقن فيلر في المنطقه دي بنعمل تجميل وتساوي للكونتور بتاع الانف بالفيلر. بالفيلر ما عملناش عمليه تحت مخدر موضعي ومن غير مخدر كمان بنحط كريم ونحقن الفيلر بنساوي المنطقه دي.
يعني انا يعني النهارده حابه ان انا اتكلم عن الحاجات الثانيه اللي الناس ما تعرفهاش للفيلر. بالزبط. يعني كل الناس فاكره انه الفيلر ده هعمل خدودي بيه ولا هعمل شفايفي بيه وخلاص وشكرا. لا احنا بقينا بنجمل الانف، بقينا بنرفع التب بتاعه الانف، بقينا ممكن نرفع الحاجب. انت ما احنا عارفين ان الحاجب بيترفع بالبوتوكس دلوقتي او خيوط او الخيوط. ساعات دلوقتي في ناس من كتر ما حقن بوتوكس ما بقاش تستجيب قوي او استجابه العضله ضعيفه شويه. فبقينا بنرفع الحاجب بحقن فيلر في المنطقه اللي تحت الحاجب وبيرفعها بيدي نتائج ممتازه جدا. هي زي هنا كده، هي حاله اللي هو الهالات. دايما تسمعي دلوقتي اليوم في حاجات افتكاسات طالعه كده، علاج الهالات من جلسه واحده. بس عارفه يا دكتوره بقى ساعات ما بتبقاش هالات، هي بتبقى الحته بس دي داخله لجوه. هو ده مهم تشخيصه جدا. هي هالات ولا عين غائره؟ لو سانكن اي والعين داخله لجوه وفي حفره بتديني فرق اضاءه كاني عندي هالات وانا ما عنديش هالات. صح. فلما بحقن الفيلر تحت العين، طب هتقولي الصوره تاني بعد في الجروف ده في الحفره دي برفع الحفره دي او النزول ده، فبيديني احساس بالتساوي وكاني عالجت الهالات في حاله واحده. دي كانت يعني مروحه مبسوطه جدا، ما كانتش مصدقه هي ووالدتها انها هتتعالج في جلسه واحده. طبعا وفعلا وبسيط، بالتالي بتحط حتى شويه صغيرين ما بتحطش جدا، وفيلر خاص بتحت العين. تمام. يعني عندي تركيزات مختلفه للفيلر. في الفيلر الخفيف جدا بنحقنه تحت العين، الفيلر الوسط بنحقنه في الشفاه، الفيلر الاتقل شويه في تركيز الهيالورونيك اسيد بنحقنه في التشيكس، بنحقن فيها في التشيكس عشان هو ده اللي بيرفع وبيديني فوليوم. والتركيزات المتوسطه بقى بنعمل بيها النازولابيال وبنحدد بيها الكونتور بتاع الوجه كله. طب في حاجات ممكن مواد تضيفيها على الفيلر تعمل؟ لا هو الفيلر انت عارفه بتبقى السيرنج كده معقمه بتيجي مقفوله ما بنضيفش، ولكن مؤخرا شركات التجميل كلها بره مصر اضافت مواد من الكالسيوم اللي بتعمل على اطاله مده الفيلر، بيخليه يفضل فتره طويله. اضافت مواد تانية بتدي للفيلر كالرد شويه، بيبقى بيدي لون بينكش. فده اللي بقينا بنستعمله. ويمكن كمان هنكسر القاعده خالص، والحلقه اللي جايه معاكي احنا دايما متعودين ان احنا نغير كل حاجه. ايوه قولي لي هتعملي ايه. هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا، حقن الفيلر وتجميل وتوريد وريجوفينيشن في المنطقه الانثويه. المره الجايه هتبقى معانا بالاجهزه وبالصور، وهنشرح يعني ايه ان احنا نجمل المنطقه الانثويه الخاصه الحريمه بالفيلر بالريجوفينيشن بالبي ار بي بالليزر. طيب احنا في انتظار الحلقه الجايه، وعايزاكي كنت بتقولي لي ان في عرض او في مفاجاه او في حاجه كده عاملينها للساده المشاهدين. ده حاجه جميله جدا، احنا عاملين اوفر 50% لكل المامهات بقى، وطبعا والسيدات اللي هم بمناسبه دخول المدارس. هي حاسه نفسها جدا والله، حاسه نفسها تعبت قوي يعني. ما تفكرينيش، بتفكريني ليه؟ انا وانتي مامهات كده. كل الانسات الحلوين والسيدات والمامهات اللذاذ قوي عشان بدايه الدراسه، فاحنا عاملين لهم اوفر لطيف جدا، عرض 50% اوفر على كل المانوفرز التجميليه، تشجيعا مننا ورفعا للمعنويات. والله بصراحه انتوا كده فعلا هترفعوا المعنويات، لان المعنويات نازله ونضاره وكل المانوفرز بتاعت التجميل. يعني ممكن يكونوا مكسلين، بس مع العرض ده مش هيكسلوا بقى دلوقتي. واحنا حاسين بيهم برضو في داخل الملابس. العيال تخلص مذاكره وتظبط الدنيا وكل حاجه بالظبط، وتروح تروق نفسها بقى وتدلع نفسها بقى. لا طبعا هو مفيش حجه طبعا، خاصه انه الحاجات دي بقت سهله يا دكتوره رباب دلوقتي جدا، وبتجيب نتيجه حلوه قوي، ومش عيب انها تتعمل. يعني عارفه من كام سنه كانت تقول لك ايه ده الحقي ده عامله بوتوكس وفيلر وعامله مش عارفه ايه وعامله. لا 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 خالص، دلوقتي العيب انك ما تعمليش، العيب انك تسيبي نفسك ما تعمليش. صح. والتجميل كله في اتجاه اون تيبل، اتجاه انك انت تروحي العياده ساعه وتطلعي عامله كل المانوفرز التجميليه. ما بقاش بقى التكنيك او الفكر بتاع زمان غرفه العمليات وهنشد لا خلاص، اون تيبل بتدخلي العياده بتطلعي حقن حقن او اتنين، وصلتي للهدف اللي انت جايه عشانه والشكل اللي انت بتحلمي بيه. طب هل البوتوكس ليه حاجات تانية برضو، استخدامات تانية غير اللي المتعارف عليها؟ البوتوكس دلوقتي زي ما بقول لك يومنا، انت عارفه الناس اللي هي بتبقى الجديد بقى، طبعا الناس كلها عارفه ان احنا بنحقن بيه الحقن التعبيريه او الحركات التعبيريه، بنعمل بيه نيفرتيتي لوك اللي هو بنشد بيه بننحت بيه المنطقه بتاعه الجو لاين شويه، بنحقنه في الرقبه عشان تجاعيد الرقبه، بنثبت بيه الاله بتاعه النزاي ديت اللي هي واحنا لما بنضحك في ناس بتتحرك دي معاها. أيوه. بنثبت بيها المنطقه دي. الجديد ان احنا بقينا بنعمل بيه
حقن في المسيتر في العضلة الموجودة بتاعة المضغ، عشان في ناس عصبية قوي لما بتيجي بتنفخ أو بتشد أو بتلاقي وشها تغير ملامحه، ودي تنفخت كده والشكل يعني استغفر الله لازم تقلقي. فبقينا بنحقن في المسيتر دي عشان اللوك يبقى أهدى، حتى لو هي تعصبت ما يبقاش فيه أوفر رياكشن. ما هي الأوفر رياكشن ده بينفع مع الولاد بس. انت ما بتعرفيش تعمليه برضه. انت برضه ما بتعرفيش تعمليه. طب ليه نكشر وليه نتضايق وليه يعني مش عارفه يعني. على فكره التكشيره دي والله العظيم بتعجز. صح. وبتكبر. صح. وبعدين في ناس كتير تقول لك ايه انا عندي مشاكل بس مش هعمل دلوقتي، هستنى انا لسه صغيره مش هعمل دلوقتي. انا مش مع الناس دي خالص. طب وبعدين انا ابشرها يعني اللي مستنيه 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 ممكن كل اللي احنا بنتكلم فيه الحاجات البسيطه اللي هي شركه وحقنه وحاجه بسيطه ممكن ما تنفعلكيش بعدين. ممكن تبقي انت اجلتي مشكله تتفاقم كبيره جدا يبقى الحل فيها مكلف وطويل المفعول وتضطري تدخلي اوضه العمليه. طب ليه؟ صح صح. طيب احنا عاوزين نشوف انتوا كمان موجودين على السوشيال ميديا وليكوا صفحه، صفحه المركز الطبي، يا ريت نشوفها معانا على الشاشه بعد اذنكم، لانه انت عارفه انه السوشيال ميديا لها جمهور كبير قوي جدا بالذات من التين ايجرز والبنات اللي هم اللي بيتابعوا الصفحه. دي صفحه بتاعتنا وعليها الاوفر اللي احنا منزلينه في بدايه السنه الدراسيه. واي استفسارات او اي اسئله ممكن نتواصل بها عن طريق الصفحه وبنرد على كل الاستفسارات. طيب حلو قوي، لانه انا شخصيا في ناس كتير بتبعت لي على صفحتي اسئله خاصه بالحاجات دي، فالصفحه موجوده اهي، كانت موجوده معاكم على الشاشه عشان اي اسئله خاصه بالمركز الطبي تبعتوا على الصفحه دي. وتفكري الناس اخر مره بالعرض اللي انتوا عاملينه. عاملين المركز الطبي عامل العرض الاوفر 50% على كل المانوفرز التجميل، سواء كانت الاجهزه او حقن النضاره او البوتوكس او الفيلرز او حتى عمليات الشفط. فده يعني فرصه كده لطيفه جدا، فرصه للدلع ولا بالظبط كده في بدايه السنه الدراسيه ترفيها مننا يعني. صحيح. للامهات. انا بشكرك يا دكتوره رباب على وجودك معايا، دايما ببقى مبسوطه بوجودك. ضيفتي العزيزه الدكتوره رباب رفاعي. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقره اخيره بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الامارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. أه
الحقيقة الجمال عمره ما كان بيقتصر على سن معين أو مرحلة عمرية معينة أو على حالة اجتماعية معينة أو على وظيفة معينة. أي واحدة تقدر أن هي تكون جميلة وتهتم بنفسها، سواء كانت صغيرة أو في منتصف العمر أو في كبيرة في السن، مفيش مانع أبدا. ومفيش برضو ما يمنع أنك تكوني بتشتغلي أي حاجة، أي وظيفة معينة، وتكوني برضو مهتمة بنفسك وجميلة، لأنه دايما أنا بقول أنه ده يعني بيدي كاريزما وبيخليكي مختلفة وبيخليكي إيجابية بشكل كبير. والحقيقة أنا بيبعت لي رسائل كتير جدا على صفحتي من سيدات عندها مشاكل اجتماعية بسبب، وهي عارفة أنه هي السبب، بسبب أن هي أهملت في نفسها في وقت من الأوقات أو ما ادتش لنفسها حقها واتشغلت في أمور الحياة والأطفال والشغل والبيت. وده طبعا ده واجبنا كلنا ووظيفتنا كلنا، وأي واحدة في الأول وفي الآخر هي لازم تكون أم وزوجة ومسؤولة. بس ده فيما بعد بيسبب مشاكل، والمتضرر الأول هو السيدة. ف طبعا المشاكل اللي بسمعها انه في مشاكل بينها وبين زوجها، وفي مشاكل يعني من الـ من الـ من الـ 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 النوع ده يعني. وبتيجي بتقول انه انا عارفه ان انا قصرت، او انا عارفه ان انا ما عملتش اللي عليا، او انا عارفه ان انا اهملت، بس اعمل ايه دلوقتي؟ فيعني هو يعني ما فيش حاجه اسمها فات الاوان او مش هينفع، لا كل حاجه يعني تقدري تحوليها من الشكل السلبي للشكل الإيجابي، بس تاخدي القرار انه انت لازم تتغيري، لازم تعملي حاجة جديدة، لازم تحسني من شكلك عشان نفسك مش عشان اي حد تاني في الاول وفي الاخر. بحب جدا السيدات اللي دايما بتسأل وبتواكب الاحداث وعايزة تعرف ده حاجة جديدة طلعت، لا اسأل عليها، طب اشوفها، طب اجربها، طب دي حلوة، طب دي مش حلوة. وكتير بقابلهم بقى في حياتي، يعني سواء في يعني في حياتي العملية او في حياتي الشخصية. من الحاجات اللي الستات معجبة بيها جدا وبتسأل عليها كتير قوي، وفعلا هو حقق نجاح وانتشار كبير جدا، مش بقول كده عشان هو منتج بيطلع في برنامجي، لا هي دي الحقيقة، هو ماسي دروجولد اللي هنتكلم عنه في فقرتنا دي مع ضيفتنا العزيزة دكتورة دينا أبو السعود المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة دينا؟ ازيك يا يمنى؟ كله تمام؟ الحمد لله يا حبيبتي. بيكلموكي ناس كتير، أنا عارفة أنك ساعات بتتواصلي مع الناس، يقولوا لك أنا خلاص الدنيا سودة في وشي وفات الأوان وفات صح. الوقت وأنا اللي عملت كده في نفسي، وأنا اللي صح. قصرت في حق نفسي صح. ده بيحصل؟ بيحصل كتير يا يمنى، يعني كتير بتواصل مع العملاء، يا دكتورة دينا أنا متضايقة جدا، أنا ببص على نفسي في المراية بلاقي نفسي كبرت فجأة، ما كانش عندي التجاعيد دي، ما كانش عندي الهالات السودة دي، الهالات السودة بتقرقني جدا. أنا جوزي على طول يقول لي هو أنت شكلك بقى عامل كده كتير، يعني بتلاقي تقول لي جوزي متضايق من شكلي، أنا متضايقة من نفسي، أنا ما بقاش عندي ثقة بنفسي، أنا ما بقتش عايزة أروح الشغل، ما بقتش عايزة أخرج وأنزل في المجتمعات بسبب شكلها. الشكل عامل أساسي للثقة بالنفس، عامل أساسي للكاريزما الحلوة، وعامل أساسي للعطاء. يعني على طول أقول ماسي دروجولد يا يمنى حقق نجاح كبير وحقق أمنيات ستات كتيرة جدا. يعني كل الستات أمنيتها أن وشها يبقى حلو وشعرها يبقى حلو. ماسي دروجولد حقق النجاح أن الشكل الخارجي يبقى حلو، لأن بيدي نضارة حلوة قوي. ممكن تبقى الست مش عندها المقاييس الجمال العالميه، لكن انت تحبي تبصي في وشها، وشها فيه صحه، بتقولي فيه كاريزما حلو، فبتلاقي نفسك عايزه تبصي لوشها. ماسي دروجولد حقق المعادله دي، معادله صعبه جدا، ان احنا ننتج كريم، شركه ماسي دروجولد تنتج كريم يقدر يعالج كل علامات التقدم في السن في كريم واحد. معادله صعبه جدا، اتحققت المعادله دي في 6 سنين ابحاث، 6 سنين كلينيكال ترايلز، عشان نطلع منتج فيه 56 مكون، كل مكون بيشتغل على مشكله معينه في البشره. فانت على طول بقول مع ماسي دروجولد انت دايما الاجمل، وعلى طول بقول شعارنا ان احنا نقدر نصغر في الشكل مع ماسي دروجولد شكليا 10 سنوات. طيب يعني هو الناس سالت كتير يعني ايه يعني اصغر 10 سنوات في شكلي، يعني هو انا يعني ايه اللي انتوا عاملينه او ايه اللي انتوا حاطينه ايه اللي جوه في الازازه دي هيخليني ابقى كده؟ ماسي دروجولد يقدر يصغرك 10 سنين في الشكل، لانه بيحتوي على 56 عنصر. طبعا اهم مكونات ماسي دروجولد جزيئات الذهب. مش هنلاقي منتج فيه جزيئات ذهب، فيه كافيار، فيه كولاجين،
في ماده الفيلر، ماده الهيلورونيك اسيد، في سيراميد، في وقي شمس، في مضادات اكسده، في طبعا مرطبات عاليه جدا، مسترايزنج عالي جدا. فطبعا 56 مكون في كريم واحد، منهم 23 عنصر فعال. يعني كل عنصر فعال بيتحط له كريم لوحده وكورس لوحده، فاحنا خدنا ال 23 عنصر فعال في كريم واحد. انا انتوا اول ناس تعمل موضوع الذهب الخالص ده يعني. طبعا ماسي دورو جولد بيحتوي على جزيئات ذهب، مع كل علبه من علب ماسي دورو جولد في سيرتيفيكت جارانتي، هي بس انا اسفه انها ضاعت مني، بيحتوي على جولد فليكس 23 كارات. طبعا العبوه كورس كامل. يعني قولي ايه، طب يا دكتوره دينا ده في ذهب، الذهب هيترصب تحت؟ لا، انت لا اصلا لا. انا عشان علبتي خلصت، انت لو كانت لسه مليانه هتلاقي لو لفتيها كل عروق ذهب. ماسي دورو جولد ليه سر تركيبه مش موجوده في اي كريم، ان كل ضغطه بتحطيها على بشرتك فيها ذهب. كل ضغطه فيها كافيار، كل ضغطه فيها مضادات اكسده، فيها فيتامينز، فيها معادن، فيها بروتينز، فيها كولاجين، فيها فيلر مع كل ضغطه. طبعا يعني انا مع كل ضغطه انا هتنزل لي كل المكونات دي. طبعا، وكل مكون يا يمنى ليه تاثير على البشره رهيب. يعني لو هنتكلم عن الذهب، الذهب اول ما بيلمس البشره بيعمل نضاره حلوه قوي، لانه بيعلي البلاد سيركيليشن وبيعلي الدوره الدمويه. الذهب انتي رينكل من الدرجه الاولى، يعني بيقدر يقاوم ويعالج التجاعيد. الذهب وايتنينج ايجنت، يعني بيفتح قوي. يعني يمكن كتير شفت عملاء ما عندهمش تجاعيد بس عايزين يفتحوا ينوروا. فالذهب اللي موجود في ماسي دورو جولد بيشتغل على الميلانين، وبيقدر يعالج هالات سودا، يقدر يعالج اي بقع، اثار حب شبابي. يعني يقول لي طب يا دكتوره دينا احنا انا عندي 18 سنه اوريدي، بيبقى عندك حبوب سواء بنت او ولد، والحبوب بتسيب اثار. ماسي دورو جولد يقدر يوحد لون البشره ويخلي البشره كلها لون واحد. يعني اثار الحبوب دي كمان بتتشال. طبعا، والهالات السوداء ده مهم جدا. لا، الهالات السوداء دي كان كارثه عند ناس كتير. ماسي دورو جولد العلاج الامثل للهالات السوداء وكمان الكلف. يعني فصل الصيف لما بتنزلي الشمس حارقه جدا وفيها الالترا فايلت اي وبي بتعمل دارك سبوتس، بيقدر كل الحاجات دي تتعالج مع ماسي دورو جولد. وطبعا الذهب فيه مضادات اكسده، يعني هو علاجي ووقائي كمان. يعني ايه بقى مضادات اكسده؟ يعني البشره بتتاكسد من عوامل كتيره قوي، فبتطلع حاجه اسمها خلايا حره. مضادات الاكسده بتقدر تلتهم الخلايا الحره دي وتمنع انتشارها في البشره. الخلايا الحره بتعمل تعجيز، بتعمل تشققات في البشره، بتخلي البشره شكلها شاحب جدا. فهو بيحتوي على مضادات اكسده. اصلا قبل ما ماسي دورو جولد ينزل، لو كنت بتشتري كريم ليكي او لاي ست بتشتري كريم، لازم ايه ده في انتي اوكسيدنت لازم اجيبه. لان كل الستات عارفه اهميه مضادات الاكسده في الكريم. فماسي دورو جولد بيحتوي فعلا على مضادات اكسده. الكافيار كمان فيه مضادات اكسده. يعني هو يعني انا كل الكلام ده اتكلمته عن الذهب، الكافيار لا يقل اهميه خالص. يعني الكافيار فيه خير البحر كله، كله معادن، كله مينرالز، احماض امينيه، مضادات اكسده وتفتيح. يعني الكافيار يقدر يفتح البشره ويعالج التجاعيد كمان. فتخيلي كل علامات التقدم في السن بتكلم فيها مع الذهب والكافيار، احنا لسه عندنا مكونات. طب ايه اللي بيشد يا دكتوره دينا؟ لان هو مكتوب برضو عليه ان هو بيشد البشره. فيس ليفتنج ده من اهم الاكشنز. الكولاجين بيشد البشره، وماده بقى مهمه جدا السيراميد. السيراميد دي ماده شمعيه اوريدي موجوده في بشرتنا، ومع التقدم في العمر بتقل. السيراميد دي ماده شمعيه بتقدر تلزق الخلايا ببعضها. انت الترهل اللي بيحصل لما الخلايا بتبتدي تفك، فبيحصل ترهل. السيراميد بيقدر يلزق الخلايا ببعضها ويخلي الجلد مشدود. فطبعا الماده المهمه جدا في شد البشره هي ماده السيراميد، وموجوده بكميه عاليه جدا في منتج ماسي دورو جولد. طيب، في ناس كتير بتحقن بوتوكس وفيلر عشان موضوع الشد ده وموضوع التجاعيد دي. الناس دي بقى بتقول لك ايه؟ طب يعني انا هعرف لو انا جبت ماسي دورو جولد ده هستغنى بيه بقى عن قصه ان انا اروح احقن والحاجات دي؟ ماسي دورو جولد لا يتعارض اطلاقا مع الحقن، بالعكس عندنا عملاء كتير في شركه ماسي بتحقن وبتحب حقن الفيلر والبوتوكس وبتستخدم ماسي معاه. يعني انا اي سيده، اي راجل بيتفرجوا علينا بيحقنوا فيلر والبوتوكس، على طول بنصح باستخدام ماسي دورو جولد مع الحقن، لانه بيطول مده الحقن كمان. بيطول مده الحقن وبيعزز مفعول الحقن،
وكريم ماسي دروجولد فيه مكونات محتاجاها البشره جدا زي ما هي محتاجه الفيلر والبوتوكس. في فئه ثانيه ما بتحقنش فيلر وبوتوكس، بقول لهم ماسي دروجولد هيعالج التجاعيد بطريقه كويسه جدا، التجاعيد الخفيفه او الدقيقه او الفاين لاينز بيعالجها تماما، التجاعيد العميقه ومش عايزين نحقن بنحس بيحسن الشكل بنسبه كبيره جدا. فدي حاجه مهمه جدا. في ناس بتستخدم حقن فيلر وبوتوكس واستخدمت ماسي وبعد ماسي قالت لي خلاص انا عملت الحقن بس انا هكمل على ماسي مش هرجع احقن تاني. فدي ميزه حلوه قوي برده في ماسي دروجولد. والميك اب بما انه في ناس كتير من اللي بتبعت لي فاكره ان هو يعني ميك اب او حاجه مشتقه من الميك اب، هل هو ليه علاقه بال كتير بشوف كده. هو الفاونديشن ده يا دكتوره بكام؟ هو ده كريم اساس؟ هو يا جماعه مش ميك اب ولا هو كريم اساس، ده كريم علاجي. يعني احنا بنعالج البشره، الميك اب انت بتداري لكن ما بتعالجيش بالميك اب، انت وانس انك غسلتي وشك كل المشاكل بتبان. ماسي دروجولد مش ميك اب ولا هو فاونديشن ولا هو كريم اساس، احنا ممكن لو عايزين نستخدم ميك اب نضغط ضغط على وشنا بنعمل بيه حفاظ يعني قبل الميك اب بنحافظ من اختراق البشره للميك اب، لكن ماسي دروجولد مش ميك اب، ماسي دروجولد منتج تجميلي علاجي وقائي ملوش علاقه بالميك اب اطلاقا. طيب ويستخدم يوميا يا دكتوره دينا؟ يعني هو اقصد ان هو كورس علاجي يعني لازم نمشي عليه. طبعا. مش واحنا خارجين خروجه نحط نستخدمه مثلا او احنا معرفش ايه حد جاي لنا نستخدمه. صح. مش بتاع يعني ايه ده علاج. كورس لازم يتاخد كل يوم يومنا. يمكن في بنات كتير بيحبوا شكل البشره او لما بيحطوه، فبنات كتير قبل ما تخش بتروح جامعه الصبح بيحطوا ضغطتين على بشرتهم بدل ما يحطوا ميك اب، فهو بيجمل الشكل جدا، لكن هو اهم من التجميلي هو علاجي. فلو حطيناه مره واحده بس على طول بنصح بالليل، لان سرعه استجابه البشره بالليل بتبقى اعلى كتير من الصبح، لان ماسي دروجولد متصنع بطريقه النانو، يعني نانو بارتكلز، البارتكلز كلها صغيره، وزي ما شايفين يا يمنى على الشاشه دي طريقه استخدام ماسي. ماسي طريقه السهل الممتنع، يعني بنضغط 3 4 ضغطات يوميا على كف ايدينا وبنوزعه على الوش كله وتحت العين. طبعا انت شايفه النضاره الفظيعه التحفه من البنت غاسله وشها، ده تاثير ماسي من اول دهنه. يعني يمكن كتير بيسالوني طيب امتى هنشوف النتيجه؟ هنشوف النتيجه دي هي اون ذا سبوت. الخدود تحمر كده وتعمل وردي كده طبعا. دي اول النتيجه، لكن نتيجه التجاعيد، نتيجه البقع، الهالات السوداء، اي علامات تقدم في السن بتشوفي تحسن ملحوظ اكيد من اول شهر. وكمان بتعتمد عن استجابه البشره للثانيه. يعني ممكن بشره تستجيب اسرع فبتلاقي اتعالجت النمش سيده من اول شهر، ممكن بشره ثانيه وده شفته من العملاء اتعالج النمش من بعد الشهر الرابع، فحسب استجابه البشره للثانيه. بس يعني في نهايه الكورس هيبقى المشكله المشاكل كلها اتحلت؟ طبعا. في نهايه الكورس انت بتشوفي الكورس بيكفيك على الاقل 6 شهور استخدام، انت من الشهر الخامس خلاص انت بتشوفي كل حاجه تمام وتعالجت وهتلاقي نفسك فعلا راضي على شكلك، هتلاقي نفسك مع الاستخدام كميه المكياج اللي بتتحط مش هتبقى تتحط، وهتلاقي كميه كومنتس وتعليقات طبعا مش عايزه اقول لكم انت حلاوتي كده ليه، شكلك متغير، طب انت عامله ايه ومش عارفه ايه. بصوا انتوا هتحسوا يعني ايه، مش هتقدروا تحكموا على نفسكم، الناس اللي بتشوفكم هي اللي هتحكم عليكم. ده فعلا ده فعلا ده اللي بيحصل. مش قادره اقول لك بيبقوا طايرين ازاي، يعني كتير ممكن من العملاء الستات تقول لي انا مش قايله لجوزي هشوف بقى هو هيشوف الاختلاف ولا لا. فلما بعد شهرين بتقول لها انت فيك حاجه متغيره، فطبعا نتيجه وفيدباك رائع. عندي سيده بتشتغل بتقول لي انا مش قايله خالص في الشركه عندي ان انا بستخدم ماسي، بس يا دكتوره دينا بعد شهر انت فيكي حاجه محلويه. ايوه. وشك منوره كده، بقيتي منوره كل يوم بتيجي الشركه، فطبعا الفيدباك هايل. وعلى طول بنصح اي حد هيعمل دايت جامد لازم يستخدم ماسي دروجولد سواء سيده او رجل، لان الدايت بيبقى جسمك حلو جدا بس يقول لك ايه بس وشك بان عليه التعب. كتير بنشوف ده. ماسي دروجولد كله فيتامينز ومينرالز وذهب وكافيار يقدر يعوض لك الفقد بتاع الحاجات دي، لان انت مع الدايت الجامد كمان بتفقدي ليبيدز من على بشرتك. هو مش كذا حاجه، هو ازازه واحده هي كورس. كورس ازازه واحده 120 مللي. ما فيش في الشركه عندنا عبوات صغيره علشان لازم تاخدي الكورس كامل. طب يا دكتوره دينا عايزين عبوات صغيره، العبوات الصغيره هتدي نضاره، انا عايزه
كل علامات التقدم او شركه ماسي فارما عملت المنتج في 6 سنين ابحاث عشان ما فيش ست تشتكي منها خايفه من العمر. يعني طبيعي انك انت كل سنه بتقلقي شويه يعني طبعًا. اي ست بتقلق يعني ايه ده انا النهارده 20 سنه تمام بعد ال 40 45 بدات ايه انا هيبان عليا مع ماسي لا خلاص انسي. يعني عملاء عندنا من 50 و60 سنه بينزلوا ويروحوا ويجوا ويعملوا شوبينج ويروحوا النادي بجد مبسوطين جدا بنتيجه ماسي وماسي مع كل الاعمار. يعني مش بس الصغيرين في السن لا عندي سيدات 58 سنه و60 سنه بيستخدموا ماسي وبيكرروا يعني على طول اقول لو مش عايزين نكرر انت بتحتفظي بالنتيجه بتاعت ماسي. لكن عندي عملاء كتير ما شاء الله لا انا عايزه اكرر انا مبسوطه وعايزه احافظ على النتيجه فدي حاجه يعني هو مش لازم يفضلوا مستمرين عليه طول العمر يعني لو لا. هو عمل نتيجه وتعاج وخلاص بس لا يعني انت بقى يعني انا طبعا اوكي بس نحافظ يعني مش خلصنا ماسي وكل يوم قاعدين في الشمس لا نبتدي نحط واقي شمس نشرب ماي كويس كده لكن بيقعد فتره طويله انه بيحتوي على مضادات اكسده وشك كويس جدا وفعلا نتيجه ماسي دورجولد على طول بقول لونج يعني لونج تيرن بيقعد فتره طويله جدا معاكي تاكيد. طيب هنروح لتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of Maci Duro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. يمكن يا دكتوره دينا شفنا في التقرير انه ليكوا كذا فرع في كذا مكان فعلا. مش مثلا كذا فرع في مصر لا ده كذا فرع في كذا بلد مختلفه عن الثانيه. عملتوا كده ليه بقى؟ طبعا لازم اقول للساده المشاهدين ان ماسي دورو جولد منتج ايطالي الصنع فاوريدي شركتنا الام متواجده في ايطاليا شركه ماسي فارم ايطالي مقرها ايطاليا. عندنا فروع في معظم انحاء العالم. اول حاجه شركتنا في مصر فرعنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها القاهره مصر.
عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات، شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات، وان شاء الله قريب لسه يعني ما فتحناش بس ان شاء الله قريب هنفتح في امريكا، لان يمكن كتير على السوشيال ميديا بيسالوا فراكم في امريكا عايزين رقم، وهو اندر كونستراكشن يعني تحت. هو انتوا بتوصلوا يعني ممكن لو حد بره مصر عادي؟ احنا بنوصل لجميع انحاء العالم فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه، كل الارقام دي اي حد في جميع انحاء العالم بيتكلم على الارقام اللي ظاهره على الشاشه بنوصل في جميع انحاء العالم. ووصلنا فعلا يعني كل بلد في اوروبا وصلناها عن طريق برضو الارقام اللي ظاهره على الشاشه، دول الخليج وامريكا نفسها كتير عندنا عمر عايشين في امريكا برضو بيتكلموا عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. فاوريدي احنا بنوصل لجميع انحاء العالم من ساعه طلب الاوردر ماكسيمم من 3 ل 5 ايام، ده لو في جميع انحاء العالم. جوه مصر وصلنا في جميع المحافظات، مفيش محافظه فعلا ما وصلناش فيها ماسي دورو جولد. القاهره بتوصل في نفس اليوم، اسكندريه بتوصل في نفس اليوم، المحافظات القريبه، لو محافظه بعيده شويه ماكسيمم 24 ساعه عشان عندنا خط الصعيد كله كمان. الصعيد عندنا يعني خط الصعيد كله والزقازيق والشرقيه والمنوفيه وطنطا واسكندريه وكله كله ومرسى مطروح كمان، امبارح كان عندنا عملاء كتير في مرسى مطروح. فبنوصل في جميع انحاء العالم، واي حد برضو لازم انوه انه مش موجود في الماركت فقط من خلال الارقام اللي ظاهره على الشاشه وصفحاتنا اللي على السوشيال ميديا كمان. طيب دايما بنقول للناس ما تشتروش حاجه الا اذا كانت مرخصه، وده هيكون اكبر ضمان ليكوا ان الحاجه دي مش هتأذيكوا او الحاجه دي هتكون نافعه او الحاجه دي كويسه، لانه الترخيص ده معناه انه يعني ما هي ما عدتش بالساهل، لا دي اتدرست كويس واتعمل عليها اختبارات واتجربت علشان تطلع كمنتج للساده المشاهدين. ماسي مش بس حاجه واحده اللي مدياله الترخيص، ده ثلاث اماكن مدياله الترخيص. ثلاث اماكن، اول حاجه بقول وزاره الصحه المصريه، واخدين ترخيص وزاره الصحه المصريه، واخدين ترخيص الاتحاد الاوروبي، وكمان واخدين ترخيص الامارات حكومه دبي، يعني مترخص من ثلاث جهات. الثلاث جهات اخذوا عبوات عشوائيه تماما من ماسي دورو جولد، حلوها لقوها مطابقه للمواصفات، لقوها فعلا بتعمل السكس اكشنز المكتوبين على العلبه وملوش اي اعراض جانبيه خالص. ماسي دورو جولد مناسب لجميع الفئات، يعني سيدات رجال وجميع انواع البشره، جميع الاعمار ابتداء من 18 سنه، الستات الحوامل بنصح باستخدام ماسي دورو جولد من بعد الشهر الثالث. فهو ملوش اي اعراض جانبيه اطلاقا ولا اي سايد افكتس. كل البشرات تقدر تستخدم ماسي دورو جولد. البشره الدهنيه بيعمل معاها نتيجه تحفه، البشره الجافه في اكتر من 10 انجريدينتس مرطبه للبشره، البشره العاديه وحتى البشره الحساسه ما تخافش اطلاقا من ماسي دورو جولد. والبشره الدهنيه، طب ما البشره الدهنيه اصلا هي دهنيه، يعني هي بتعمل طبقه دهنيه. فبيسالوا انا لما استخدم كريم كمان على بشرتي مش هيعمل لي زياده؟ لا اطلاقا، ده ماسي دورو جولد اولا البيز بتاعه اكوا، ميه مش ليبيدز مش اويلز، فما بيسيبش اي جريزي ريزيديو على السكن. تاني حاجه ان البارتكلز بتاعه الانجريدينتس كلها نانو بارتكلز، يعني الذهب والكولاجين وكل الانجريدينتس متكسره خالص، فبتقدر تخترق السكن بارير وما بتسيبش اي جريزي ريزيديو على السكن. فطبعا دي من اهم ميزات ماسي دورو جولد ان هو مش اويلي اطلاقا. هو مش ماسك، عشان في ناس كتير بتفتكر ان هو ماسك بيتحط مثلا ويتشال، او ان هو اللي هو غسول مثلا. ده بتسال كده يعني، في ناس كتير بتبعت لي كده طريقه استخدامه ازاي، وهل انا استخدم مثلا بالليل افتح يعني حاجات بتبقى تفاصيل بسيطه طبعًا. الناس مهتمه بيها بطريقه فظيعه. ماسي دورو جولد كريم بيتحط، اي حد هيستخدم ماسي دورو جولد بيغسل وشه بالغسول، الست او الرجل المناسب لبشرتها، وبعد كده بنستخدم ماسي دورو جولد وما بيتغسلش، لان فعلا كتير بيسالوني نغسله بعد ساعه، ما بيتغسلش، انت بتحطيه وبتنامي بيه. الصبح تصحي من النوم هتلاقي ممكن شويه جولد على البشره، بتغسلي وشك عادي. طب بيقولوا هو كده اتشرب؟ اتشرب. ماسي دورو جولد يوميا البشره بتمتص من ماسي دورو جولد 5% من الماء، يعني يوميا بتمتص القدر الكافي، علشان كده بقول مش بكتر ما نحطش 10 ضغطات مش بكترها. يعني انا يعني على طول بقول ماسي دورو جولد منتج قيم وغالي وكل مكوناته قيمه، فما نستخدموش بطريقه مش صح. يعني ان يمكن في ناس كتير تقول لي احط 15 ضغطه يمكن يعمل مفعول. 15؟ ايوه كتير قوي. لا طبعا، فهو ده هدر البرودكت، ماكسيمم 4-5 ضغطات، ده ماكسيمم وبيتحط على البشره وخلاص، البشره بتمتص منه يوميا 5% من 100.
ونحس بقى بالنتيجه يا دكتوره دينا على طول. يعني لانه في ناس كتير من حقهم ان هم يسالوا طب انا هحس بالنتيجه صح. امتى هلاحظ الفرق امتى؟ في ناس كتير ما عندهاش مشاكل بس وشها مجهد او مثلا ممكن تبقى عروسه هتتجوز كمان شهرين ثلاثه فاهماني؟ فدول كلهم عاوزين يعرفوا النتيجه ايه. نتيجه ماسي دراجود النضاره من اول الاستخدام لو في تجاعيد او بقع بتشوفي نتيجه وتحسن من اول الشهر الاول. بس انا بحب ادي رينج زي ما انا قلت على حسب استجابه البشره للتانيه لان هي مش قاعده يعني كل بني ادم مختلف عن التاني فبادي رينج بنشوف نتيجه من شهر لثلاث اربع شهور من استخدام منتج ماسي دراجود. طيب في ناس كمان بتقول هو انا ممكن استخدمه على الاماكن اللي فيها مشكله بس يعني مثلا هقول لك حاجه لو واحده عندها هنا بس تجاعيد في الحته اللي هي جنب العين دي تستخدمه بس كده ولا يستحسن انه الوش كله يبقى فيه ماسي؟ لو زي ما قلت يا يمنى لو في حته مضايقاها هي تركز على الحته دي لكن لازم على طول اقول ماسي دراجود يتحط على الوش عشان انت مش بس عايزه تعالجي الرينكلز اللي هنا انت عايزه تبقي حلوه تبقي قمر تبقى عندك كاريزما وتحافظي على بشرتك يعني ممكن هي عندها مشكله هنا عندها مشكله هنا بس مش باينه بالعين مجرده فعلى طول بنصح ان احنا نحط ماسي دراجود على الوش كله وعلى الرقبه عشان نستفاد من ماسي في كل الوش والرقبه ونركز في الحته دي يعني احنا نحط نقط هنا عادي تحت العين مهم قوي ان هو طبطبه رايح جاي وعند الحتت الرينكلز دي لكن طبعا على طول بقول لا ماسي دراجولد ما يبقاش عندي ماسي دراجولد في البيت وما احطوش على بشرتي هيبقى وعلى الرقبه كمان وعلى الرقبه دي الرقبه دي مهمه جدا طبعا والرجال كمان لازم يستخدموا ماسي دراجولد عندنا رجال اوريدي كتير يعني من جميع المحافظات ومن جميع انحاء العالم بيستخدموا ماسي دراجولد ومبسوطين من النتيجه جدا رجال يمكن في فئه معينه من الرجال ما بتحبش تحقن فيلر وبوتوكس فشافوا كريم يقدر يعالج لهم التجاعيد من غير حقن رجال كتير بتشتكي من الهالات السوداء والبقع ماسي دراجولد عمل طفره كبيره جدا مع الرجال ايضا مش بس السيدات اللون البشره بيفرق في النتيجه لون البشره طبعا ماسي دراجولد مناسب لجميع انواع البشره يمكن بيقول لي الموديل بيضاء احنا اوريدي جبنا الموديل السمراء وشفنا النتيجه بشرتنا احنا قمحويه اكتر مش قادره اقول لك على البشره القمحويه بيدي لوك يجنن ازاي مناسب جدا للبشره السمراء بس مش هيخلي السمراء بيضاء يعني مش هيخلي وشها ابيض وجسمها اسمر هو بيوحد لون البشره لنا انت عارفه فكره التفتيح عندنا مسيطره على دماغ بعض الناس فهي عاوزه تفتح يعني درجه او اتنين فده يعني هو بيحصل هو ازاي؟ هو ممكن تكون البنت السيده او البنت وشها مطفي من الاقربه ممكن انت كل يوم بتتعرضي لتراب بتتعرضي للتلوث اصل في ناس بتقول لك فعلا انا غمقيت انا ما كنتش كده فده انا مصدقه انه ده بيحصل لانه التراب والميك اب والشوائب والشمس وانت واقفه بتعملي اكل والشمس ده بيغمقك طبعا بيغمقك طبيعي ماسي دراجولد كمان يمكن ما قلتش النهارده ان هو بيشتغل از ديتوكس بيشيل بيفلتر الوش بيشيل كل السموم التوكسنز الشوائب الامبيوريتيز من على البشره فاوريدي انت بتفتحي يعني ممكن تكون هي تقول لك انا اسمريت هي الاتربه والحاجات دي عامله لها غمقان في بشرتها هو اوريدي بيشيل كل الكلام ده وبتفتحها طبعا بتنور يعني مهم قوي اقول مش السمار بيبقى حلو جدا بس يبقى البشره صافيه وحلوه وما فيهاش الوان مختلفه يعني ماسي دراجولد بيعمل يونيفاي سكن مش بس البشره البيضاء اللي بيبان فيها الالوان البشره السمراء برضه بيبان فيها بقع طبعا بيبان طبعا, طبعًا والمنطقه دي كان حد سالني عليها برضو طبعا المنطقه دي والحته دي كمان كتير عند البنات ماسي دراجولد لا بيعالج كل الكلام ده وبيخلي فعلا البشره يونيفاي سكن لون واحد انا بشكرك يا دكتوره دينا على وجودك معايا النهارده ميرسي يا يمنى ضيفتي العزيزه دكتوره دينا ابو السعود اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي هتظهر على الشاشه قدام حضراتكم دلوقتي تقدروا تتواصلوا معايا من خلالها وتبعتوا لي كل اسئلتكم ان شاء الله ان شاء الله اقدر اجاوب على كل الاسئله الحلقات كمان كلها موجوده على اليوتيوب بنقابلكم يوميا 3 عصرا والاعاده 8 صباحا و12 مساء اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال كنت معكم يمنى طولان سلام عليكم ماسي دراجولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دراجولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دراجولد
يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا, ماسي فارم إيجيب ومقرها القاهرة مصر, ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات, ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.